السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. معكم مستر محمد شعبان. الحمد لله قدمنا في الفيديوهات اللي فاتت الدرس الأول والثاني والثالث، وحلينا تمارين كتير عليهم وحلينا امتحانات. إن شاء الله النهاردة موعدنا مع حل 2 امتحان على الدرس الثالث من الوحدة الأولى. تابعونا عشان تستفيدوا. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة واضغط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا يا شباب نخش بسرعة على حل 2 الامتحان. بفكركم يا شباب لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة، ولو انت مش مفعل الجرس فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واضغطوا لايك يا شباب للفيديوهات اللي انا بعملها لان انا بتعب فيها جدا، وعشان استمر معاكم ان شاء الله يا ريت تحطوا لايك على كل فيديو تشوفوه بامر الله. ويلا بينا على طول نخش على الشرح. الامتحان الاولاني، اول سؤال في الوثيقة بيقول جومابيل ماري، انا اسمي ماري، جو سوي إليف أو ليسي التحرير، انا طالبة في مدرسة التحرير. لي بروفيسور سون سامبا، المدرسين يكونوا لطفاء. جي سوي بافارد، انا رغاية. جيم لا ميزيك، انا احب الموسيقى. جي دو كوبين دو كلاس، انا لدي 2 صديقات في الفصل. منار اي آية، اسمهم منار وآية. منار اسيزو، منار عندها 16 سنة. الي سوسيابل، عندها انها اجتماعية. اليم ليمات، هي تحب الرياضيات. الو جون، واللون الاصفر. آية كانزو، آية عندها 15 سنة. إلي تيميد، هي خجولة. إليم بوكولو ديسا، هي تحب كثيرا الرسم. أول سؤال عندي بيقول النقط إم لا كولير جون، مين اللي بيحب اللون الأصفر؟ هنجري الوثيقة كده هتلاقي إن هي منار، منار بتحب اللون الأصفر. ماري إيه؟ ماري تكون بافارد. منار آ، منار عندها كم سنة؟ 16 سنة، 16 يعني سيز. آية إم، آية تحب لو ديسا، لو ديسا الرسم. الوثيقة اللي بعدها يا جماعة بتقول، هي عبارة عن ديالوج بيقول بول وريمي، بيقول بونجور ريمي، صباح الخير يا ريمي، سافا، سافا بيان، تيا دي كوبا، انت عندك اصدقاء. وي جي دو كوبا، انا عندي 2 اصدقاء. كومو إلسابيل، اسمهم ايه؟ إلسابيل جون اي روبير، اسمهم جون وروبير. كومو إلسون، كيف هم يكونوا؟ جون اي اتوردوني، يكون منظم. اي روبير اي سوشيابل، وروبير اجتماعي. نوت ام لوردر، مين اللي بيحب النظام؟ هيبقى جون، عشان هنا قال لي منظم. جون اي نوت دي ريمي، جون يبقى ايه بالنسبة لريمي؟ هيبقى لو كوبا. روبير اي روبير، يكون روبير يكون ايه بقى؟ بص في الوثيقة تلاقي سوشيابل على طول، سوشيابل. ريمي بارل دي كاركتير دين كوبين، ولا دي كاركتير دي دو كوبين؟ دي كاركتير دي دو كوبين. سؤال الموقف عندي يا شباب بيقول لي بورد موندي اتون كوبا، لكي تسأل صديقك لو كاركتير دي سون بروفيسور، شخصية مدرسه. تي دي انت تقول، هيقول بنسأل عن الشخصية بكومو اي، كومو اي تون بروفيسور. تي دي كريتون كوبا، تي دي انت تصف صديقك، انت تقول، هنقول إلي سوشيابل لأنه اجتماعي. تي سالي تون فوازا، أنت بتحيي جارك. تي دي، لما نيجي نحيي حد بنقول له سالو في أي وقت من النهار. تي دوموند أتون كوبا، أنت بتطلب من صديقك دي تونتيفيه إن هو يحدد لك هوية، دي تونتيفيه يعني يحدد هوية شخص ما. تي دي أنت تقول، هتقول من هذا؟ يبقى كيس. السؤال رقم 13، تاكو بين كومبروفيت، صديقتك تفهم بسرعة. تي دي انت تقولي، هنقول الي انتليجنت انها ذكيه. تون بريفير مي زافير بارتو، تون فرير مي سي زافير بارتو، اخوك بيحط الاشياء او اغراضه بارتو في كل مكان. تو دي انت تقول، هنقول انه غير منظم، الي ديزوردوني. السؤال رقم 15، تي بارلي دي تون كاركتير، انت بتتكلم عن شخصيتك. تو دي هتقول جي سويتي ميد، انا خجول. لو كامراد دي سوها ايه؟ لو كامراد دي سوها، يكون هنا عايزين صفة للكامراد مش لسوها، صديق سوها يكون، هيبقى يكون سوشيابل اجتماعي عشان هي تنفع مذكر وبتنفع مؤنث، انما الباقي مؤنث. نورت اليه، هيبقى كومو اليه، كيف هي تكون. سيسون هنا جومو جمع، يبقى سيسون دي جومو. فو نوت بافارد، يبقى انتم تكونون، عايزين فيرب اتر مع الفو، هيبقى فو زيت بافار. السؤال رقم 20، ايه النقط نادر ايه تامر؟ هنا ايه الافيك اس، هنصرف الفيرب معاها، هيبقى اخره
او ان دي، افعال المجموعه الاولى بتبقى اخرها او ان دي. نوع جي سوي تيميد، انا اكون خجول. ادام هنا جو يبقى على طول هاخد ضمير توكيد هنا هيبقى مو. نوع سون دي كوبا دي سبيسكي، هن هو يكونون اصدقاء في الفصل. هنا كوبا مذكر جمع يبقى على طول انا عايز يبقى سوسو. سيسون دي كوبا دي باسكي هي اللي تنفع بالنسبة لي هنا، هو هؤلاء يكونون دي كوبا دي باسكي. تمام. 23 اس هيبقى كي يس على طول. من هذا؟ الامتحان التاني يا شباب، اول سؤال الوثيقة بيقول جو مابيل ندى، انا اسمي ندى. جي كانزو، انا عندي 15 سنة. جي سوي باسيونت، انا صبورة. اي سوسيابل، واجتماعية. جي بوكو دامي، انا عندي اصدقاء كثيرين. جي ملو ديسا، انا احب الرسم. جابيت اوكير، انا اسكن في القاهرة. فوالا لفوتو دي ماكوبين دي باسكي، ها هي صورة صديقتي في لعبة الباسكت. سي كارول، انها تكون كارول. الي فرانسيز، هي فرنسية. مي الي ابيت اون ايجيبت، لكنها تسكن في مصر. الي سامبا، انها لطيفة. سوريونت، مبتسمة. اي بافارد، ورغاية. ندى ايم، ندى تحب لو ديسا، تحب الرسم. ندى اي نوت، ندى تكون ايه بقى؟ هنختار هنا باسيونت، صبورة. كارول ابيت، كارول تسكن، كارول تسكن في مصر. ندى بريزونت، بتقدم مين؟ بريزونت ان كوبا، بريزونت ان كوبا، ولا ندى بتقدم نفسها وبتقدم صديقتها في الباسكت؟ هتقدم نفسها وتقدم صديقتها في الباسكت، في الباسكت، هيبقى رقم دي. الوثيقة اللي بعدها يا شباب هي عبارة عن عن ايميل من سامي الى مصطفى، والموضوع سي بريزونتي، تقديم نفس. سالو جو مابيل سامي جلال، انا اسمي سامي جلال. جو سوي ايليف دانان ليسي او لوكسور، انا تلميذ في مدرسة ثانوية في الاكسور. جي سوي اوردوني اتيميد، انا منظم وخجول. ضم كلاس في فصلي. جي ان كوبا سامبا، انا عندي صديق لطيف. السابيل رامي، انه اسمه رامي. الي سوسيابل، انه اجتماعي. الشيرش ان سيبر كوبا فرنسي، هو بيبحث عن صديق مراسلة عبر الانترنت فرنسي. سيديكمو اي، هذه الوثيقة عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميل. رامي اي نوت دي سامي، رامي هو بالنسبة لسامي ايه؟ هو بالنسبة له صديقه في الفصل، يبقى لامي دي سامي. تمام؟ يبقى رامي بالنسبة لسامي هو صديقه. تمام. السؤال السابع، سامي ايه؟ سامي يكون، نبص على الوثيقة نقول سامي يكون اردني وتميد، يبقى هنا اردني. نقط شيرش ان سيبر كوبا فرنسي، مين اللي بيبحث عن صديق فرنسي؟ مين في الوثيقة؟ قلنا ان هو صديق إلسابيل رامي. رامي يبقى رامي هو اللي بيبحث عن صديق على النت. سؤال الموقف يا شباب بيقول بورد كرير تون كوبا، لكي تصف صديقك. كي نيمبا بارلي، الذي لا يحب ان يتكلم افيك لي زوتر، مع الاخرين. تدي انت تقول، واحد اللي كان يمشي مع الاخرين يبقى هو خجول الي تيميد. تي تانفورمسير، انت تستعلم عن. لو كاركتير دين بيرسون، شخصية شخص ما. تي دي انت تقول، هنقول كومو اي تون كوبا، بنسأل عن الشخصية بكومو اي، يبقى كومو اي تون كوبا، كيف يكون صديقك. كمان تون كوبا بارل بكو، تي دي الى بافارت، يتكلم كثيرا، يبقى ثرثار. بور بريزنتوكن سيبر كوبا، لكي تقدم صديقك عبر الانترنت. تي دي انت تقول، هتقول جوفو بريزنت بون سيبر كوبا إلسابيل علي، انا اقدم لكم صديق عبر الانترنت اسمه علي. رقم 13 لو بروفيسور اونتر دال كلاس، المدرس دخل في الفصل. ال دي هو يقول، هيقول اول ما يخش الفصل هيقول بونجور، صباح الخير. تو دو موند اتونامي، انت بتسال صديقك سوناج. ال دي انت بتسأله عن عمره، هو هيجاوب. ال دي هيقول جي سيزو. انا ميتو دوموند، صديق يسألك. سافا تدي، لما حد يقول لك سافا هتقول له سافا بيا ميرسي. القواعد يا شباب، سامي ايه؟ سامي هنا مفرد مذكر، هيبقى رومانتيك هي اللي بتنفع للمذكر والمؤنث. تيو اي مارك، تيو مارك يكونون دي زامي دي لسي. اي مارك هيبقى سو، اتر مع الجامعة بيبقى سو. تي تابيل ماتيلد، انت اسمك ماتيلد. فوزافي
vous avez quel âge ديت عشان اج مفرد مذكر سوي نيرفي هيبقى هنا سوي يبقى على طول جو سوي فيرب اتر. السؤال رقم 21 يا شباب بيقول منى وسارة يكونون عايزين هنا الصفة جمع يبقى سامبا هي اللي تنفع للمذكر والمؤنث في الجمع. نوت اتيميد هيبقى اليتيميد هي تكون خجولة. السون هم يكونوا جيمو جمع مذكر. وبكده يا شباب الحمد لله نكون خلصنا الاثنين الامتحان اللي على الدرس الثالث من الوحدة الاولى. لو عجبك الفيديو اضغط لايك ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم عن حل امتحانين على الوحدة الاولى مراجعة عليها كاملة ان شاء الله. الفيديو الجاي يا شباب هنعمل مراجعة شاملة على الوحدة دي هنحل عليها امتحانين على الوحدة بالكامل. تمام انتظرونا ان شاء الله ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.